أهلا وسهلا مشاهدينا. في إطار المسؤولية المجتمعية وفي إطار برضو الحملات التثقيفية والتوعوية عشان ما يحدث الحدث أمس في مصنع سيلة للسيراميك اللي أودى بحياة كثير جدا من الشباب وأودى بحياة كثير جدا من العاملين يعني، فعايزين ناخذ الحيطة والحذر مرات ثانية زي ما ذكرت في أخذ السلامة المهنية والصحة أو السلامة العامة اللي بتهم الإنسان الشغال في داخل المصنع ده، وبالتالي عايزين يعني بكثرة هذه المصانع ما بيتم آليات حديثة جدا وتطوير وإدماج برضو الصحة المهنية والسلامة في هذه المصانع. عايزين نستشرف وعد أخضر بإذن الله تعالى من خلال عدد من الاستشارين اللي بيقدموا لنا يد العون حتى أنه نقدم كل هذه الإرشادات على الهواء. سعداء أن يكون معنا دكتور علي عبد الرحيم خيرابي، هو اختصاص الطب الصناعي واستشاري الصحة المهنية، واليوم الحديث زي ما ذكرت عن الصحة المهنية والسلامة. أهلا وسهلا، صباح الخير. عليكم السلام، مرحبا وسهلا. سعيدين جدا بك يا صباح الشروق. ولما نقول صحة مهنية بين نعرف أهميتها للمشاهد، بنعني شنو نحن؟ هي طبعا صحة مهنية من اسمها ذاتها، طبعا الصحة معروفة هي الصحة اللي هي الاكتمال الوضع الطبيعي للإنسان. مهنية يعني مربوطة بالمهنة، ف يعني تقريبا الصحة المهنية النطاق بتاعها واسع، بتعمل في كل المهن الموجودة حتى في المهن المدنية، يعني في الوضع المدني ذاته هي شغالة، في المنازل شغالة، ربات البيوت شغالة، في أي حتة موجودة هي بتكون موجودة فيها الصحة المهنية. فالصحة المهنية هي يعني وقاية، أول حاجة الاكتشاف المبكر لأي خطر بيحيك بالعامل أو الرجل اللي بينتهك مهنة معينة. الخطورة بتحصل من أشياء كثيرة، ممكن تحصل من المواد اللي بيستعملها، ممكن يحصل من إصابات في أثناء تأديته للعمل، ممكن تحصل من أمراض ثانية ممكن تجيه عرضية ما مربوطة بالمهنة لكن برضه بنعتبرها أمراض مهنية. فالصحة المهنية وجودة في كل الأماكن مهمة جدا جدا، خاصة في المصانع، في المزارع. في السودان احنا شغالين بالحاجة دي بنسبة كم وعلى مدى التاريخ أصلا؟ والله طبعا كانت شغالة بنسبة 100% في يوم من الأيام، لغاية الثمانينات، لغاية نهاية الثمانينات كده كانت شغالة تقريبا ب100%، يعني كنا بنغطين كل المصانع الموجودة في العاصمة وفي السودان كافة، لأنه كان عندنا يعني في الولايات حتى كان عندنا صحة مهنية، كنا أغمناه يعني أسسنا في بورسودان في واحدة، في عطبرة في واحدة، في الفاشر في واحدة، في مدني في واحدة، فكنا كان في اهتمام شديد بأهلنا في الصحة المهنية بس موجودة في الخرطوم ولائية. الصحة المهنية المركزية ما موجودة، صحيح، وحتى كمان وكلت لوزارات ثانية، صحيح، وكلت لمهام أخرى غير المهام الرئيسية، ممكن تتبع لوزير الصحة أو تندرج تحت طائلة ملفاته. لو تكلمنا عن ما حدث في مصنع سيلة في منطقة الصناعية، خلاف أنه المنطقة منطقة السكان وخلاف التصديق أصلا اللي بيتم من الجهات المسؤولة لمصانع وتعمل خلاف التصديق اللي خصص لها، لو تكلمنا عن الإنذار المبكر ونحن شهدنا تفريغ يعني الخزان خطر بالنسبة للشخص اللي بيفرغ وخطر بالنسبة للأماكن المخصصة له، فنتكلم عن وحدة الإنذار المبكر ممكن تكون موجودة، يعني المفروض في آليات تنبه العاملين قبل وقوع الحادثة بهذا الشكل الكارثي. مظبوط مظبوط، طبعا الأشياء دي كلها لو كان الصحة المهنية موجودة داخل المصنع ده ما كان حدث اللي حدث، لأنه أو كان حدث ذاته ما كان بيحدث بالصورة بتاعته اللي يعني الفظيعة دي. ليه؟ لأنه في أشياء كثيرة جدا خطأ موجودة داخل المصنع، يعني أنت المصنع ده ما بتدخل فيه أي شيء بتخطه، مصنع بيعتمد على طاقة حرارية عالية، أنت عشان تعمل السيراميك بتعمله بطاقة حرارية عالية من مجموعة بتاعت مواد بتخلطها مع بعض على اساس انها تضربها بتديها الحراره العاليه دي عشان انت تشكلها بالصوره اللي انت عايزها. فما ممكن انت عشان تعمل انتاج بالشكل زي ده تكون في داخل المصنع بتاعك في حاجات ثانيه بتشكل خطوره بالنسبه لوجودها داخل المصنع. المفروض يحصل شنو، معلش عشان نكون عمليين شويه كذا، المفروض يحصل شنو داخل هذه المصانع بوجهه نظرك انت كاختصاصي؟ والله يعني طبعا المصنع انا ما بعرفه بالضبط، ما في عدد
العمال فيه كم، لكن الواضح في انه بعدد الاصابات انه العدد بتاع العمال كبير جدا داخل المصنع ده. فاي مصنع بالشكل ده المفروض يكون فيه طبيب، المفروض يكون فيه جهه بتاع السلامه وصحه مهنيه موجوده، موجود يكون فيه الدفاع المعني ده كله. الناس بيعملوا سنويا تجاربهم على اساس يتحاشوا اي حاجه ممكن تحصل في المصنع ده. طبعا مصنع السيراميك ده من النادر انه تحصل فيه المصايب اللي حصلت بالامس دي، الا لانه في اشياء خطا كانت موجوده. لو الصحه المهنيه كان بتعمل زيارات للمصنع ده كانوا لفتوا لهم نظرهم في انه الاشياء الموجوده داخل المصنع دي ما المفروض تكون موجوده هنا. جميل. طب خلينا نتكلم بصوره عامه، لانه نحن دي زي الكبسوله كده تصغي فيها الناس عن مفهوم اجراءات الوقايه. والله طبعا اي الوقايه دي ذاتها بتعتمد على الصناعه ذاتها، يعني الحرفه، يعني الليله انت لو زول معرض لاشعاعات مفروض يكون عندك لبس واغي، أبرول واغي، نظارات، كمامات، دي كلها للناس اللي بيتعرضوا، يعني زيكم انتم بتتعرضوا لاشعاعات، دي ما اشعاعات كلها الموجوده هنا عندكم حاليا. وبيجونا انا بيجوني في العياده بتاعتي ناس من ناس التلفزيون، والهنا بيشكوا باشياء معينه، يا اما العيون يا اما الاذنين، يا المهم اشياء موجوده. كويس. فحسب الصناعه الزول المسؤول المفروض يوفر لهم ادوات الوقايه كامله، مش ادوات الوقايه بس لهم، هم ادوات الوقايه للمصنع كامل بما فيه الاليات الموجوده جوا، بما فيه لو شب اي شيء حريق، فيضان، اي شيء حصل داخل المصنع المفروض يكون الناس يتلافوه. والوقايه الشخصيه طبعا فوق كل شيء، يعني انت لازم يكون عندك وقايه. احسن امبارح الصور اللي شفتها ما في وقايه شخصيه. صحيح. يعني الناس حتى على مستوى الدفاع المدني، يعني صراحه حتى على مستوى الدفاع المدني من الحياه المؤسفه جدا جدا. والمصنع ده انا اكيد انه ما في صحه معنيه دخلته، لو الصحه المعنيه دخلت المصنع ده في حاجات كثيره كانوا بيوقفوها. اها، يعني احنا يا دكتور شبه بعيدين عن تفاصيل كثيره شديد ما تهم الوقايه وما تهم السلامه المهنيه والصحيه، لكن لو تكلمنا عن جانب اخر من النقطه اللي وقف فيها حسام عن الاجراءات الوقائيه ممكن تكون للزول هو اللي حاب ينقذ الضحايا اللي بيكونوا موجودين في اي مصنع تعرض للحريق، فلو تكلمنا عن غير انه الاستجابه لو كانت متاخره يجب انه ندخل كقناه حديثه في المرات القادمه دي، يعني قبل ما نتصل لناس الدفاع المدني انه الحياه تكون اصلا موفره ومدربين العاملين عليها من داخل المصنع وليس من الخارج. يعني مظبوط كلام، مظبوط. يعني في اشياء كثير، يعني حاله زي دي دايره تحدث المفروض يكون في انذار ذاك اولا، اي مصنع المفروض يكون داخله في انذار بيوريك في انه في حاجه خطر ممكن يحصل في اثناء المصنع. يعني المصانع دي ساكنه عفويه بيشتغلوا، تمشي تلقاها وسط البيوت، المصانع بتاعت السيراميك، المصانع بتاعت اللدائن موجوده داخل، يكون لها مصانع تصنيع خطر. صحيح دكتور، بس انا اقصد المرحله بتاعت التدريب، التدريب للعامل نفسه من غير ما انه يتعرض لتفاصيل خارجيه دفاع مدني او كده، هو يكون حريص الاول على سلامته هو، فنتكلم عن الحاجه دي موجوده وممكن تكون في المرات القادمه. مظبوط، ده الكلام اللي احنا بننبه عليه وناس الناس المسؤولين في المصانع انه يستعينوا بالصحه المهنيه على الاقل. العامل اللي بيشتغل المهنه المعينه المفروض يعرف خطورتها شنو وممكن تسبب له شنو. زمان كانوا الناس المصانع الشوية اللي كانت موجودة زمان كانوا بيشكلوا مجموعة بتاعتهم، بنتصل بالمصانع يرسلوا عاملين، المصنع الثاني يرسلوا عاملين، بيرسلوهم لنا في الصحة المهنية، بنديهم حصص وبنوريهم طبعا حسب التصنيع بتاعهم. صح. انه التصنيع بتاعك ده ممكن يشكل خطورة كده كده كده، انت بالتالي المفروض يكون تتحوط بانك انت ما تحصل لك المسألة دي وتغي نفسك من الامراض اللي ممكن تنتج من الصناعه بتاعتك المعينه دي. كانوا بجونا، هسه ما فيش، ما في زول هسه بيجي ولا بيقول لنا تعالوا اعملوا لنا محاضره للعمال الموجودين عندنا. طيب جميل. خلينا نتكلم عن الفحص الدوري، لانه انت قبل قلت المفروض نكون عارفين العدد كم في مصنع العمال وما الى ذلك، وقلت برضه وجود طبيب في كل مصنع إضافة للمكتب بتاع الصحة المهنية، فخلينا نتكلم عن أهمية الفحص الدوري ونشير الإشارات اللي أنت أشرت لها دي. أهم من الفحص الدوري الفحص الابتدائي. الفحص الابتدائي ده بسموه البرايمري هيلث اكزامينيشن، ده على أساس إنه
انت عامل ده تشغله، العامل ده بترسله على اساس يفحصوا لك اخصائي الصحه المهنيه حسب العمل اللي هيقوم به، بترسل معاه وصف وظيفي انه العامل ده هيشتغل كده كده كده. بالتالي انت الفحص بتاعك اللي بتعمله له بتعمله له حسب الوصف الوظيفي الموجود. يعني زول هيشتغل معرض لغبارات هنا بيشوف الجهاز التنفسي بتاعه صح ولا ما صح، زول هيشتغل مناظير حياه زي دي بيشوف العيون بتاع شغاله، زول هيشتغل بسماعات زيكم الناس زي ناس الترحال وهنا بيخد 8 ساعات هنا في ضمنهم المفروض يكون سمعه 100% حتى يشتغل شغلانيه زي دي. بالعكس الناس لما نعمل مصنع بيقوم بيشوف واحد من اقربائه ولا معرفه سايب يجيب له طبيب بيخده، ده غلط. فنحن هسه نحن مهم اهم حاجه بالنسبه لنا الفحص الابتدائي. على ضمن الفحص الابتدائي بنجي نعمل لك الفحص الدوري. الفحص الدوري ده بنحدد لك هل الوضع بتاعك يعني ما فيه خطوره شديده، ممكن نعمل لك كل سنه كل سنتين، ممكن نعمل لك كل 6 شهور لو المواد اللي بتشتغل بها مواد خطيره بالنسبه للعمال وكده. صحيح، وده المفروض يحصل لسلامتنا نحن ولسلامه البيئه اللي احنا فيها. انت ثروه ويجب ان نحتفظ بها، لانه اختصاصين برضه بتاع الصحه المهنيه والسلامه المهنيه قليلين جدا، ويجب ان نهتم اكثر في مناهجنا الدراسيه وادخالها برضه اساسيه حتى نوفر حتى الكليات الموجوده ما بالصوره المطلوبه. احنا مقدرين جدا، دي كانت كبسوله شافيه وكافيه، وان شاء الله نلتقيك في كبسولات اخرى تكون رشدات لكل المشاهدين من اجل السلامه المهنيه. مقدرين جدا دكتور علي عبد الرحيم خيرابي اختصاصي الطب الصناعي واستشاري الصحه المهنيه، كتر خيرك. مقدرين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، مرحبا. شكرا.